حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، منذ تقديم المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني، كانت على رأس قائمة الواجبات الحكومية محاربة الفساد واجتثاثه من كل مفاصل الدولة بالفرص الممكنة والتوقيتات المتاحة. إذ بدأ اليوم السوداني يتحرك نحو الملف المالي، وبدأ بكشف الذمم الخاصة بالوزارات في كابينته الوزارية من أجل إيضاح كمية الوفرة المالية الموجودة في خزينة الدولة، والتي منها تنطلق التصرف بها بما يتوفر من أموال عند كل وزارة. وبالتالي هذه الخطوات بعدها أو يعدها المراقبون أنها خطوات تبعث على الأمل في الشعب العراقي، باعتبار رأس الهرم المتمثل برئيس الوزراء يكشف ذمته المالية، والنتيجة هو السير إلى إصلاح المنظومة السياسية بالوقوف على مكامن الضعف والقوة في مفاصل الدولة. أما في ملفنا الآخر مشاهدينا، ملفات حصادنا لهذه الليلة، وبعد أن عطل الانسداد السياسي اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2022، وأصاب أبرز القطاعات الاقتصادية بشلل تام، فضلا عن تأثيره الواسع في حياة المواطن، يسابق رئيس الحكومة الجديدة وفريقه الوزاري الزمن من أجل إعداد مشروع الموازنة الاتحادية وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية إدراجها في جدول الأعمال والتصويت عليها بأقرب فرصة ممكنة. فالبرنامج الحكومي الواعد الذي تعهدت به هذه التشكيلة الحكومية يستلزم موازنة للبدء في خطوات إنجازه، على أن تأخذ بعين الاعتبار دمج الفائض المالي المتحقق جراء ارتفاع أسعار النفط. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. وبعد المحاولات الخجولة للحكومات المتعاقبة بمحاربة الفساد وبالخصوص الحقبة الأخيرة، صار المواطن يتأمل بما جاء في منهاج السوداني بخصوص قضايا الفساد ومحاسبة المفسدين والمقصرين. وبالتالي هذه الوعود اليوم يجعلها السوداني أمام أنظار الشعب بكشف ما بجعبته من أموال في خزين الدولة، وكذلك الوزراء يكشفون عن ذمم خلال أسبوع واحد هذه المهلة التي حددها السوداني. فنتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. جذور فساد عميقة داخل مؤسسات الدولة، السوداني يسعى جاهدا لاقتلاعها بمحاسبة المقصرين والمتسترين على ثغرات مجريات الأمور غير القانونية، حيث ابتدأ واجبه الحكومي بمتابعة سير الوزارات والكشف عن ذمم الوزراء المالية، إذ فسر المراقبون توجه رئيس الوزراء إلى هذه التفصيلة المهمة هو عزم حقيقي للنهوض بواقع البلد. نعتقد أنه كشف الذمم المالية هي خطوة باتجاه الصحيح، باعتبار اليوم هنالك علامات استفهام كثيرة من قبل الشعب العراقي على كل المفاصل الحكومية، ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بأعضاء مجلس النواب العراقي. لذلك نعتقد أنه هذه الذمة تكشف أمام الرأي العام العراقي، بمعنى أنه حسنية من هذا النائب أو هذا الوزير أو رئيس الحكومة باتجاه إيضاح وضع المالي أمام الشعب العراقي. السوداني يعتزم ملاحقة العابثين بمقدرات الدولة، إذ تترقب الأنظار إلى إنجازات الحكومة الجديدة التي أطلقت الوعود بتنفيذ البرنامج الخدمي لصالح البلد، بالوقت الذي يرى المتابعون أن شخصية رئيس الوزراء قادرة على تحمل المسؤولية واجتياز التحديات الصعبة، مترقبين تحقيق ما جاء به من آمال للمواطنين. الكثير من الحكومات اللي سبقت حكومة السوداني وعدت بأنها سوف تقضي على الفساد، حاسب الفاسدين، ولكن دون جدوى. يعني كشف الذمم المالية لرئيس الوزراء وحكومته هي تعتبر بادرة خير. واقعا ننتظر الكثير في الأيام القادمة، تسريبات وسائل الإعلام وأيضا المصادر اللي يتأكد أن هناك حملة للقضاء على الفساد. تحت مجهر الشعب والفرقاء السياسيين، السوداني يتابع مهامه بخطوات متتابعة وفق توقيتات زمنية معينة وقصيرة، ليضع على طاولة التنفيذ ما قدم من وعود في برنامجه الحكومي. ملف محاربة الفساد تحديا كبيرا أمام حكومة السوداني، والكشف عن الذمم المالية للوزراء خطوة لتحويله من الشعارات إلى التنفيذ. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام مباشرة بالصوت والصورة من بغداد، رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية دكتور هاشم الكندي. أهلا بك دكتور هاشم، وكذلك الترحيب بعضو مركز الهدف للدراسات دكتور هيثم الخزعلي. أهلا بكم دكتور هيثم، وأبدأ معك دكتور هاشم، أهلا بك مرة ثانية. وبداية الفساد هو كما ترجعوه دائما أنه السبب الرئيسي في تردي مختلف مفاصل الدولة، السبب في تردي واقع الخدمة، تردي الواقع الاقتصادي وغيره. هذه الحكومة الجديدة حكومة السوداني أولى أولوياتها اللي حددها رئيس الوزراء في برنامج الحكومي ومنهاجه محاربة الفساد، لكن شنو هي برأيك دكتور المقومات اللي تساعد هذه الحكومة ومتوفرة عندها حاليا لتحقيق محاربة كاملة للفساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لمشاهديكم لملاكاتكم، تحية كبيرة للدكتور هيثم العلي وتحية للجميع. المعروف أن الفساد استشرى بشكل كبير، هذا أمر لا ينكر، بل على البعض يصفه بأنه أصبح ثقافة وأصبحت له انعكاسات كبيرة على مستوى تقديم الخدمات، على مستوى الاستقرار الأمني الاقتصادي حتى الاجتماعي. والكل كان يصرخ ويقول بضرورة محاربة الفساد وإيقافه، لكن الحقيقة أنه الأطراف حتى الأطراف المشتركة في الفساد لربما هي تطالب به، لكن لم تكن هنالك إرادة لمحاربة الفساد، هذا أولا. والأمر الآخر كان أيضا عمل لاستخدام ملفات الفساد في التسقيط السياسي وليس لمحاربة الفساد. الأمر الآخر صادفنا من لا يمتلك لا الشجاعة ولا الإرادة السياسية في محاربة الفساد، مع كل ما كان وبالتشخيص وأن الفساد هو الآفة الأكبر، كانت حكومة ائتلاف إدارة الدولة، هذا أمر مهم نأكد عليه حتى لا نكون في أخطاء المراحل السابقة. هذه ليست حكومة محمد الشيع السوداني وليست حكومة الإطار التنسيقي، هذه حكومة ائتلاف إدارة الدولة الذي اتفق على برنامج ومنهاج كان في أولوياته محاربة الفساد. فبالتالي هذه الخطوات نعم يقوم بها رئيس الوزراء، يبدأها بنفسه كما حصل بكشف الذمة المالية وأيضا بقطع يد الأحزاب على إدارة الوزارات من خلال منع تعيين وزير حزبي في مكتب كل الوزارات. هذا الأمر مهم، ولكن هذا لابد أن يعضد بعمل وتعاون وأيضا التزام من كل الأطراف في ائتلاف إدارة الدولة الذي هو يمثل الطيف الأكبر. التحدي أيضا الآخر أنه نحن أمام مشكلة كبيرة، لأن فترة الحكومة الأخيرة حكومة الكاظمي كان فيها حجم الفساد كبير جدا، حتى ما ظهر منه أخيرا بما يسمى بسرقة القرن، لعله هذا الجانب الأبسط، هنالك سرقات ولربما تجاوزات مالية وعلى حقوق العراقيين بأضعاف مضاعفة من هذا الأمر. فهذا يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تكاتف كل القوى السياسية لتحقيق هذا الشيء. أرجع لك إلى قضية الدعم والتعاون لمحاربة الفساد، لكن أنتقل إليك دكتور هيثم نقطة مهمة أشار لها دكتور هاشم، أن حتى المتورطين بالفساد يطالبون بمحاربة الفساد. يمكن دكتور هيثم المتورطين بالفساد يمكن هم أكبر المتورطين بالفساد، هم أكبر من يطالب بمحاربة الفساد. هذه الحكومة ممكن يعني منهاجها الحكومي ما صرحت عنه وأكدته برغبتها وسعيها لمحاربة الفساد ممكن أن يطبق على أرض الواقع وليس فقط كلام على ورق كباقي الحكومات السابقة؟ ابتداء أرحب بكم وبأستاذنا الكبير هاشم الكندي وبمشاهديكم الكرام، حياك الله. الحقيقة الفساد في العراق مشكلة في التقنين يعني، ومشكلة في الأجهزة الرقابية. في التقنين نحن ليس لدينا قانون لتمويل الأحزاب ضمن الحكومة العراقية، وبالتالي معظم هذه الأحزاب تلجأ إلى تمويل نفسها من خلال الوزارات التي تقع في حصتها عبر النظام البرلماني والمحاصصة. والأمر الآخر، الأجهزة الرقابية أيضا
هي نفسها تعاني من الضعف والفساد ومحكومة بأدوات سياسية. في هذه الحكومة شاهدنا أن هناك تغيير وإصرار من قبل السيد السوداني بكشف الكشف عن ذمته المالية والكشف كل الوزراء عن ذممهم المالية. نعم. كي تكون الصورة واضحة وشفافة أمام المشاهد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن هذه الحكومة لا يمكن أن نحتسبها على جهة معينة، وإنما كما تفضل الأستاذ هاشم هي يعني حكومة تحالف إدارة الدولة الذي يشمل كل المكونات السنية والشيعية والكردية والأقليات، بالتالي لا توجد مناسبة لإفشال هذه الحكومة وإلصاق الفشل بمكون معين أو جهة معينة كما حدث في الدورات السابقة، أو محاولة عقلة بعض المشاريع لأنها تحسب إنجاز لجهة معينة أو مكون معين. الآن الحكومة تمثل كل أطياف الشعب العراقي. نعم. وأتصور أن اختيار الوزارات الخدمية من قبل السيد السوداني يشير إلى جديته بمعالجة ملف الخدمات، وأنه رجل نزيه حسب ملفه السابق في العمل بدوائر الدولة، ولم يختار وزارات ذات بعد مالي كبير أو وزارات سيادية، وإنما اختار الوزارات الخدمية، إنه جاد في إغضاء الشارع العراقي سواء من ناحية الخدمات أو من ناحية مكافحة الفساد. طيب، لكن دكتور هيثم أيضا يعني مر على العراق رؤساء وزراء يتصفون بالنزاهة أو ماكو عليهم فد ملفات أو إدانة بتورطهم بالفساد، لكن ما قدروا يحاربون الفساد. الفساد بالعراق يمكن النظام السابق المقبور شبه شرعا الفساد بمفاصل الدولة ودوائر الدولة كدعم ذاتي باعتبار راتب الموظف كان يمكن 4000 دينار أو أقل. الفساد بالعراق تحول إلى شبه ثقافة والموضوع طبيعي بالمجتمع. إلى أي درجة هذه المهمة صعبة أمام الحكومة الجديدة؟ طبعا أعتقد أنه الحكومة السيد السوداني تمتلك فرصة بالإصلاح ومحاربة الفساد أكثر من الحكومات السابقة. ليش؟ لأنه الفساد ليس فقط الأسباب التي ذكرتها، وإنما كان محمي أمريكيا ودوليا. كما تعلم أنه شركة جنرال إلكتريك عاثت في وزارة الكهرباء العراقية فسادا منذ 2003 لحد الآن، وكل وزير فاسد يأتي لا تستطيع الحكومة محاسبته بسبب الأوامر الأمريكية. وكلنا نتذكر حادثة أيهم السامرائي عندما قامت القوات الأمريكية بإنزال على مخفر الشرطة الذي قام بتوقيفه وتم تهريبه للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعيش الآن هناك لأنه كل صفقاته ومشاريعه مع شركات أمريكية فاسدة. وكان لا يهم الأمريكان أن تكون هناك مكافحة للفساد ولا أن يكون هناك استقرار بالوضع السياسي. الحقيقة الآن الوضع الدولي والوضع الإقليمي يريد استقرار في الوضع السياسي ويريد نجاح لهذه الحكومة، خصوصا بعد التصريحات التي أطلقها السيد السوداني بأن العراق قد لا يكون ملزما بقرارات أوبك بلس بتقييد أو تخفيض الإنتاج النفطي، لأن العراق حرم من حصته طوال فترة الحصار، وهو لديه القدرة أو لديه الطموح أن يزيد إنتاجه إلى 8 مليون في 2027، وبالتالي هو البلد الوحيد في الخليج القادر على مضاعفة إنتاجه النفطي. مصالح الدول الأوروبية ومصالح الولايات المتحدة في هذه الفترة ارتبطت باستقرار العراق وأن تكون حكومة ناجحة. طيب، حماية إذن دولية وأيضا محلية داخلية حزبية للمفسدين، ناقشها بتفصيل أكثر الدكتور هيثم. لكن أعود لك دكتور هاشم مرة أخرى، أنت ذكرت الموضوع بمحاربة الفساد بحاجة إلى تعاون وإلى دعم. قضية محاربة الفساد بحاجة إلى قوانين، بحاجة إلى تشريعات من البرلمان. طيب، المعطيات الحالية، الدعم الكبير من مختلف الأطياف السياسية والنيابية لحكومة السوداني بتكليفة وكذلك بالتصويت عليه ومنح الثقة وهو وحكومته، راح تكون عوامل مساعدة لتحقيق برنامجه وأولى أولوياته هي محاربة الفساد؟ أنا قلت المسألة، القرار عندما يتخذ بقوة وبجدية ويكون معضدا فمحاربة الفساد ليس إعجازا. وأيضا لابد أن نقول بأن محاربة الفساد لا يمتلك بها رئيس الوزراء السوداني كرئيس وزراء الحكومة الثامنة،
حكومة الإطار إدارة الدولة عصا سحرية، خلينا نكون واقعيين. نعم. لكنه يبدأ بخطوات، ولا بد أن يبدأ بخطوات جديدة. المشكلة لا تعوزها القوانين، تعوزها الجدية في تطبيق هذه القوانين الموجودة على الأقل. سأذكر لك مثالا، لعله العراق البلد الوحيد في العالم أنه رئيس أعلى سلطة تحارب الفساد، هيئة النزاهة، على مدى تولي عدة شخصيات لهذه الهيئة أغلبهم كان متهما ومحكوما وهاربا من القضاء العراقي بتهم الفساد. هذه المشكلة، عندما تدخل المحاباة والمنافع الخاصة والحزبية لتغطي هذه الأمور فيكون الفساد مستشريا ومتغلبا. سأذكر مثال لأن القضاء حسمه ولأنني تحدثت به منذ أكثر من عامين ونصف. وزير النفط في حكومة الكاظمي عندما قدم اسمه واعترض عليه من النواب لأن عليه 35 قضية فساد، أصر الكاظمي على أن يأتي بهذا الوزير وقال لهم عندما تطلبه النزاهة فأني أحضره. وبالتالي جاء هذا الوزير يكون وزير النفط وترتكب الكوارث تتضح بعد ذلك. وبعد هذا عندما استقال وزير المالية بالاستقالة المسببة وبالفضيحة الكبرى وبوابة عشتار و600 مليون دولار يوكله بوزارة المالية الكاظمي لأنها مؤسسة فساد ترتبط بها الشخصيات الحزبية والأحزاب وترتبط بها طبقة المستشارين. بعد ذلك تكشف قضية فساد وهي في الأساس للإلهاء، المليارين ونص سرقة القذف، خبأت خلفها ملف فساد لدينا بعقود التراخيص، اتفاقات مع دول وشركات كان فيها حصة العراق 25% من النفط المستخرج والمصدر والمباع. بشخطة قلم يتفق هذا الوزير قبل أن تنتهي فترته ليحول حصة العراق من 25% إلى 6%. هنا ما نتحدث عن مليارين ونص، نتحدث على مدى سنوات مئات المليارات. والآن الحديث على هيئة الجمارك، بعدين تفتح ملف ميناء الفاو، وخذ بعد ذلك بكل طيب. ما يجري هذه كلها خلينا نتناقش بها بتفصيل أكثر وندخل بالملفات المتهمة بها الحكومة السابقة. دكتور هاشم، الكثير من الملفات والقضايا أبرزها صفقة أو ما سمي بصفقة القرن، آلاف المليارات دكتور هاشم، هذا هي أموال طائلة وكبيرة جدا لا تعد. ممكن أنه يتم التغطية على هذه القضية، هذه السرقة، ممكن أن يكون هناك تدخلات داخلية أو خارجية و يعني يتم توريد فقط الأسماء المكشوفة حاليا للإعلام، أسماء سطحية، أما الحيتان ممكن التستر عليهم، ممكن أن يتعرض السوداني ويرضخ للضغوط. أولا السوداني يريد أن ينجح، وهو كما سمعنا منه بشكل مباشر قبل أن يصوت له قال بأنني اتخذت تعهدات بأن أطلق بمحاربة الفساد، وهذا الأمر واضح الآن، ملفات تفتح نعم حتى لا تكون الأمور تسقيطية ولا تكون الأمور أيضا بدون قرائن، هي السياقات القانونية هي اللي تأخذ. بالمناسبة ليس صعب كشف ملفات الفساد والاعترافات تتوالى بالنتيجة. نعم لابد أن لا يكون الأمر فيه فقط على من هم بالمراتب السفلى من المناصب أو المسؤولية أو الحماية، لأننا هنا نقع في الهلكة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. فبالتالي اليوم لابد أن تتوجه هذه الأمور. أيضا لدينا ملفات فساد واضحة جدا، واضحة. أقول لك شيء، مثلا ميناء الفاو الكل يقول بأهميته وأنه استراتيجي، يوفر كذا واردات للعراق، كذا فرصة عمل بالآلاف، وينعش البصرة و هذا كان متوقف على مبلغ 3.5 مليار دولار
وجاءت الشركات وأعطي للشركة الكورية بالطريقة التي اعترضنا وقلنا عليها لا توجد معايير بهذا الأمر. الآن لدينا فائض مالي، أكو حيرة تكون شلون تصرفه. لماذا لم ينفذ ميناء الفاو؟ لماذا تعطى صلاحيات ميناء الفاو من وزير النقل إلى مدير الموانئ؟ هذا الأمر لابد أن يراجع بهذه الأمور بسؤال طيب وجواب، ستكشف ملفات كثيرة في هذا وفي غيره. اليوم بالمناسبة نعم لا توجد وزارة بعيدة عن ملفات الفساد، لكن لابد أن يكون العمل بها مستمرا. أنا أقول الحد من الفساد، والآن الحالة اللي بها الشعب العراقي بأنه هو متهيئ ويطالب بمحاسبة الفاسدين، هذا أمر جيد، وأن لا نقع كما ذكرت. لكن أكو قضية مهمة، لا بالضغوطات عفوا، لا بالضغوطات الخارجية تحديدا الأمريكية، ولا بالضغوطات الأحزاب الداخلية. عندنا تجربة، عندنا وزير الكهرباء أيهم السامرائي سرق واختلس وأدين وحكم، وجاءت أمريكا بشركة بلاك ووتر وهربته، وهو الآن موجود في أمريكا. والأنكى من هذا كله أنه الآن هو يطرح نفسه وطني ويريد يسقط هذا النظام، لأنه يريد نظام جيد، هذا الذي سرق أموال العراقيين وهضبه الأمريكان. فأقول لابد طيب من خطوات. يعني العديد من الملفات يمكن الفساد وملفات جنائية تم تحويلها إلى ملفات سياسية وغيرها حتى يتم حماية الفاسدين. أنتقل لك بنقطة مهمة دكتور هيثم، ممكن محاسبة الحكومة السابقة عن هذه الشبهات أو ملفات الفساد الواضحة للعيان، ممكن محاسبتها لو أكو بها مخاطر؟ يعني عادة يتم التغاضي عن بعض الملفات سواء فساد أو غيرها للحكومات السابقة حتى لا تكون خلينا نسميها سنينة بأي حكومة تخلص فترتها تجي الحكومة اللي وراها حتى تحاسبها. هذا الموضوع يعني أكيد هذه الحكومة راح تخلي بالحسبان، صارت بالحكومات السابقة أنه ما تحاسب الحكومة اللي قبلها، ممكن هذا الموضوع يمشي على الحكومة الحالية ما تحاسب الحكومة اللي قبلها؟ طبعا أعتقد أنه ما شيعة من ضوغة مراجعة كل العقود التي قامت بها الحكومة السابقة، وهناك طلبات حقيقية من بعض الجهات في البرلمان بإلغاء كل العقود، وربما السيد السوداني يراجع كل الاتفاقيات التي أبرمت لأنها تشوبها صفقات فساد. ولكن أعتقد من الناحية السياسية أنه لن تكون هناك محاسبة للحكومة السابقة لسببين. الأول أعتقد أنها لا تغبط نفسها بموضوع الفساد بشكل مباشر. عادة الحكومات عندما تمارس عملية الفساد تكون محترفة بهذا الموضوع، وتوجد أكبش صغيرة يتم التضحية بها ولا يتم التضحية بالرؤوس الكبيرة. والأمر الثاني، السيد الكاظمي وحكومتي كان لديهم علاقات جيدة مع دول عالمية ودول إقليمية ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد لا يرغب السيد السوداني بإثارة أو استعداء دول أخرى في هذا الوقت. هذا من الناحية السياسية. ومن الناحية القانونية لا أعتقد أنه سوف يتم العثور على دليل قوي يربط شخص السيد الكاظمي بملفات فساد، ربما بعض المقربين منه أو من حواشيه، وهذا الأمر أعتقد سوف لن يوجد مبرر قانوني لمحاسبته. طيب قضية الحماية الدولية للفاسدين أو حماية أحزاب للفاسدين اللي ينتمون لهم، ما راح تشكل تأثير على السوداني أو معرقلات للحد من حملته بمكافحة الفساد؟ دكتور هيثم عفوا ممكن تكرر السؤال؟ نعم لكم السؤال دكتور، يعني التأثير الدولي والحماية من الحزبية للفاسدين ما راح تعرقل عمل السوداني؟ لا أعتقد أنه سوف تعرقل السوداني في هذا الوقت، لأن كل الأحزاب كانت جادة في دعم حكومته ويهمها أن ينجح. ورجل تحدث بشكل صريح أنه لا يوجد غطاء أو حماية أو استثناء لأي شخصية سياسية في حكومته. لا. وأعتقد أنه سيقوم بتفعيل أجهزة رقابية فاعلة من أجل مراقبة ومكافحة الفساد، وسوف يتخذ إجراء بأي فاسد. وشهدنا البدايات مع سرقة القرن، وبالتالي أعتقد أن السيد السوداني جاد من حيث موضوع أن تكون الموازنة موازنة برامج،
ومشاريع ومن حيث كشف الذمم المالية، بالتالي أعتقد هو يضيق مساحات الفساد من الناحية العملية. طيب دكتور هاشم، في لقاء مع السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل كان رئيس القضاء الإيراني، بزيارته إلى العراق إلى بغداد، سألنا عن شنو أولى الخطوات بمحاربة الفساد، ذكر يجب أن تكون أولى الخطوات هي استعادة الأموال المهربة، أموال اللي تم سرقتها من العراق وتهريبها إلى الخارج. دكتور هاشم، هذه الأموال القضاء ممكن أن يقدر يعيدها، الأنتربول، أيهم السامراء وغيرها الفاسدين اللي هم مدانين بسرقة أموال طائلة من أموال العراق، ممكن التعويل على دور القضاء، أنتربول، ممكن لحكومة السودان المطالبة بهذه الأموال واستعادتها إلى العراق؟ هذا الأمر مرتبط بالقرار السياسي والسيادي، إذا كان هذا القرار حاضرا فمن الممكن أن تسترد كل الأموال، ولكن للأسف التعامل السابق يقول كان هناك إشكاليات مناسبة، حتى أموال النظام المقبور لا زال جزء كبير منها لم يسترد، وهناك أيضا تلكؤ في هذا الأمر وقلة متابعة. اليوم نعم، على الأقل اليوم لدينا إجراءات، ولا بد أن نكون على الأقل بالموضوعية الكاملة عندما نقول بأن هذه الحكومة لم تمضي أسبوعا واحدا، فبالتالي الخطوات التي اتخذتها على الأقل أولا هي أطرت بما يتعلق بالذمة المالية للوزراء والمسؤولين، نعم، وهذا أمر مهم. بعد ذلك مسألة الآن القضايا المنظورة أمام القضاء، هي أصلاً هنالك قرارات في تجميد الأموال ومنع السفر، وهذه أمور جيدة، وبالتالي لابد أن تستمر هذه الأمور. وأقول كل ما يقال، تعرفون بالإعلام يطرح أشياء لربما تطرح من السياسيين أمور لربما لا تكون بالدقة الكافية، أو لربما أيضا لا تكون بالمستوى الكامل لحجم الفساد، نعم، هذا الأمر لابد أن يكون ملفا قضائيا كاملا، وهذه مسؤولية تضامنية بالكامل، مسؤولية البرلمان. كل يوم احنا لابد أن نطرح ملاحظة، لماذا البرلمان معطل طيلة هذه الأيام؟ حكومة إذا كانت تعمل حتى في أيام الجمعة المفروض البرلمان يعمل كذلك، لأن الأمر متزامن ومترادف ومتكامل ما بين الطرفين، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نعم، فبالتالي البرلمان يفعل دوره الرقابي بشكل أكبر بما يمتلكه من معلومات. اليوم الذي يطرح بالفضائيات وبوسائل الإعلام من قبل نواب فاعلين ولهم الشكر على ما يقومون به، المفروض يطرح في هيئة في لجنة النزاهة البرلمانية في داخل البرلمان. الأمر الآخر أنه تحال هذه الملفات من الحكومة إلى السلطة القضائية التي لابد أيضا أن تعمل بشكل مكثف وبشكل كبير لحسم هذه. وكل ما تقدمنا بالمناسبة، كل ما تقدمنا سيكون الكشف عن ملفات الفساد بشكل أكبر، لأنها مثل كرة الثلج سيكشفون بعضهم بعضا وسيتساقطون. وأيضا لابد أن نرفع شيء طرحه رئيس الوزراء السابق، نعم، المبخوت في أحد مؤتمراته الصحفية طرح مفهوم كارثي حقيقة، أتمنى أن لا يطبق وهو لن يطبق لأنه خلاف القانون. قال بأن من فسد أو اختلس خلي يرجع الأموال ويتوكل، هذه ما ممكن تكون لمن يريد أن يبني بلدا ويحارب الفاسدين حقيقة. لابد أن يكون القضاء هو الفصل في حسم هذه القضايا وفي محاسبة من ارتكب جرم الفساد على الشعب العراقي. إذن دعونا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، مع اجتياز الكثير من الحواجز السياسية، فأن السلطة التنفيذية والجو السياسي بصورة عامة قد عبر إلى مرحلة مناقشة استحقاقات المرحلة، وفي المقدمة حتما مشروع الموازنة العامة للبلاد الذي تتعلق به الكثير من المشاريع الاستراتيجية. فنتابع تقرير الزميل علي حبيب. بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان، يعود الحديث عن موازنة 2023، إذ لم يتبقى سوى 60 يوما تقريبا عن نهاية العام الحالي، خاصة وأن شروط إقرارها توافرت بعد أن اكتملت جميع الحقائب الوزارية، وضمن المنهاج أهمية الإقرار واستثمار الفائض المالي
ومن المرجح أن ترسل الموازنة خلال الأسبوعين المقبلين إلى البرلمان لتمريرها، فلا يمكن للحكومة المضية بتنفيذ برنامجها الحكومي من دون إقرار الموازنة العامة للبلاد بهدف تمكين الوزارات من إنجاز مهامها المعطلة. حجم الموازنة من المتوقع أن يصل إلى 150 مليار دولار بفارق زيادة 40 مليار دولار عن موازنة العام الماضي بعد انتعاش أسواق النفط عالميا. وتترتب أزاء هذه الفروقات المالية أولويات وطنية، منها إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده وتوفير الخدمات وفرص العمل من خلال زيادة الدرجات الوظيفية وإنعاش قطاع الاستثمار والإعمار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى إعداد مشروع موازنة جديد وعدم تبني الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة للاختلاف الشاسع في المتبنيات. فتوجيه رئيس الوزراء ووزيرة المالية بسرعة إعداد مشروع قانون الموازنة يأتي على ضوء البرنامج الحكومي الطموح المشروط بتوقيتات زمنية محددة، وإذا ما نجح مجلس الوزراء والنواب باستكمال الموازنة العامة فإنه تجاوز أول التحديات، غير أنها في الوقت ذاته بالون اختبار للكتل النيابية ومدى دعمها لمقررات الحكومة لارتباط الأمر بمتعلقات المحافظات المنتجة وأقليم كردستان والتي دائما ما كانت نقاط خلاف. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد نجدد الترحيب بضيوفنا الكرام، رئيس مجموعة النبا للدراسات دكتور هاشم الكندي، أهلا بكم مرة أخرى، والترحيب أيضا بعضو مركز الهدف للدراسات دكتور هيثم الخزعلي، أهلا بكم مرة أخرى دكتور هيثم. أهلا بكم. بداية، هناك حديث عن وجود وفرة مالية كبيرة نظرا لارتفاع أسعار النفط، لكن هذه الوفرة المالية دكتور هيثم هل ستحقق أو تساعد على إقرار الموازنة العامة بشكل مميز ربما يختلف ويتميز عن جميع الموازنات السابقة؟ طبعا لابد أن تكون هناك دراسة لآثار الموازنة العامة على الاقتصاد العراقي، لأن هناك سياسة مالية وسياسة نقدية، وحجم الكتلة النقدية إذا كان موجود في الأسواق العراقية قد يؤدي إلى تضخم، كما أن موضوع الموازنات التي كانت تدار بالطريقة السابقة عكس السياسة المعلنة، فنلاحظ أنه تعلن سياسة انكماشية ثم تكون الموازنة نفقاتها وصرفيات الحكومة أكثر من الإيرادات ويكون عجز بالموازنة، وهذا خلاف السياسة الانكماشية التي لابد أن تكون هناك إيرادات أكبر من النفقات للتقليل من حجم التضخم الموجود. المشكلة الآن في العراق لدينا تضخم ركودي بسبب رفع سعر صرف الدولار، فلدينا ارتفاع بالأسعار وبطء في حركة الأسواق وقلة بالطلب بسبب انخفاض دخل المواطن وارتفاع معدلات الفقر. لابد أن تدرس الموازنة وأن تدعم الطبقات الفقيرة بالموازنة بمشاريع الموازنة وبالتعيين وب الرعاية الاجتماعية، ويعني نتمنى أن يكون هناك تخفيض لسعر صرف الدولار ولو بشكل تدريجي كل أسبوع نمرة أو نمرتين، وباقي الأموال الفائض تحول إلى صندوق سيادي كي يحافظ على هذه الثروة للاستثمارات للسنوات القادمة أو الأجيال القادمة، أو على الأقل أن نضع جدولة للديون الخارجية ونتخلص من جزء كبير من هذه الديون بهذا الفائض، لأننا ندفع خدمة الدين بالدولار، والآن عالميا الدولار في حالة ارتفاع بسبب رفع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي تزداد الخسائر العراق مع بقاء ديون خارجية. أعتقد أنه لابد أن تدرس الموازنة بشكل دقيق، وهذا ما أشار السيد السوداني بأن تحال إلى المكتب الاقتصادي كي يتم دراسة الموازنة وأثرها على المواطن العراقي، وهو اتخذ إجراءات لدعم الطبقات الفقيرة التي يكون ميلها الحدي للاستهلاك أعلى، وبالتالي تؤدي إلى تخفيف التضخم وإنعاش الأسواق الاقتصادية. دكتور هاشم، بيوم تولي أو منح الثقة لحكومة السوداني في البرلمان
خرج رئيس الوزراء السابق الكاظمي بخطاب وداع وتحدث عن منجزات حكومته، لكنه لم يذكر رفع سعر الدولار وارتفاع الأسعار المواد الغذائية وغيرها، لم يذكر ملفات الفساد أو صفقات الفساد الكبرى اللي يدور الحديث عنها حاليا، لكن قضية معالجة سعر صرف الدولار أو محاولة تخفيضها من قبل الحكومة الحالية، ممكن درج هذا الموضوع في الموازنة؟ وإن تم فعلا، إلى أي درجة سوف يرفع من يعني قيمة أو وجود هذه الحكومة أمام الشعب العراقي، أمام المواطن الفقير؟ هذه ما المؤتمر الصحفي الكاظمي يذكر منجزات حكومته، هو أمر لطيف لعلي أذكر هنا. نعم. قرأت تعليق لطيف جدا، أنه وزير الشباب السابق أنه حقق منجز كبير بأنه منع العراقيين من إطلاق العيارات النارية، لأنه منذ أن استلم الوزارة لم يفز أي فريق عراقي بأي بطولة، وهذا منجز أنه منع إطلاق العيارات النارية. فمنجزات الكاظمية هي بذات السياق. بما يتعلق برفع سعر الدولار، أولا لابد أن يكون واضح للجميع، رفع سعر الدولار مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي. نعم. هذا أولا. وتعهدات حكومة الكاظمي بأطرافها المعنية قد أعطت تعهدا لصندوق النقد الدولي بأن الدولار لن يرجع إلى مدة 5 سنوات. وتذكرون أنه بهذه الدورة البرلمانية كان هنالك أيضا محاولة وحملة لخفض سعر الدولار، في حينها تصدينا وقلنا هذا الأمر إعلامي إنشائي وليس حقيقي، وكان حتى فيه الأمر فيه دعاوى قضائية مع أحد النائبات، هي نائبة فعلا. الآن يتكلم بصراحة، هذا الأمر هو يتعلق بالبنك المركزي، سياسة نقدية، والبنك المركزي والسياسة النقدية لا سلطة للحكومة عليها، نتحدث دستوريا وقانونيا. هذا الأمر يرتبط بالبرلمان، لكن بكل هذه المقيدات هنالك حلول عملية. صعود الدولار بما كان فيه أمر طرح فيه وجهة نظر مقبولة، اعترضنا على شيء، أنه أضرار هذا رفع سعر الدولار تحملها الفقراء، بينما الشركات والمقاولين الذين يرتبطون بجهات النافذة في حينها تم تعويضهم، بينما الفقراء والموظفين الذين فقدوا ربع رواتبهم لم يعوضوا. الآن أكو إجراءات لحكومة الكاظم السوداني، حكومة الثامنة، حكومة ائتلاف إدارة الدولة، ممكن أن تعملها لحماية الفقراء. مثلا احنا عندنا مفصلين أساسية بالحاجة إلى الدولار، العلاج، سفر بالعلاج والحج. هذه من الممكن أن يصدر قرار من الحكومة بأن تعطي لمن يذهب إلى العلاج، لمن يذهب إلى الحج، دولارا مدعوما بالسعر الأساسي 120 أقل قليلا أو أكثر قليلا. هذا أولا. الأمر الثاني، مشكلة الدولار مرتبطة بمزاد العملات، كل من يشتري عملة اليوم يقول بأنه سيذهب بها ليأتي ببضاعة إلى الشعب العراقي. حجم المبالغ التي تباع في مزاد العملات هي عشرات الأضعاف عن البضاعة التي تدخل إلى العراق. جيد؟ هناك إجراء اقترح أنه من يقدم لشراء دولار من البنك المركزي بمزاد العملات يدفع ضريبة البضاعة مقدما، فبالتالي نمنع المتاجرة بالدولار التي كانت مستمرة ومن تفعل من عدة شخصيات وأحزاب، وبهذا يكون هنالك تراجع تدريجي للدولار، على الأقل لا يكون بالصورة التي تكون بها لا انهيار ولا صعود كما كان. لابد من إجراءات، وأيضا لابد أن يكون بخطوات حقيقية لهذه الحكومة. سأقول شيء فقط إذا سمحت. تفضل. بما يتعلق بالموازنة أيضا لابد أن يكون واضح للشعب العراقي أنه إحنا موازنتنا رقمية، لأول مرة تتحقق وفرة مالية، لكن من يضع الموازنة سيضع أرقام تتحقق وتوزع. الآن أمامنا تحديات كبيرة، أولا ما هو سعر الدولار الذي سيكون في الموازنة؟ سيكون 70-60 أكثر أقل، هذا يحسب عليه كل الموازنات. لدينا استحقاقات ثابتة أيضا، هذا لابد أن نعرفها. أولا لدينا استحقاق بحدود 50 مليار دولار هو رواتب. طيب ماذا عن قضية يعني أو أهمية دمج الفائض المالي الحالي مع موازنة 2023؟ لا، أولا هذا الأمر هذا فيه إشكالية اقتصادية دكتور هيثم،
أعرف بالتفاصيل وهو حديث يطول، ولكن أقول ميزانيتنا مشت رقمية. الفائض النقدي يكون في حالة العجز. نعم. سابق أنت عندك مشكلة ما عندك سيولة، ولهذا تبيع دولار. أنت مثل ما لوح الكاظم بأنه رواتب بعد شهرين ماكو. لهذا توقع أنه سعر النفط تبقى أو تصعد قليلا. يعني بكل الأحوال موجودة الوفرة. لكن أولا عندنا الآن إحنا مشكلة. نعم. عندنا 17 مليار دولار بما يتعلق بأموال الأمن الغذائي. قانون وقضى. هذه لابد أن تراجع. لحد الآن لا توجد معلومات كاملة أين ذهبت هذه الأموال. بما يتعلق بالفائض، الفائض على حكومة السوداني التي هي حكومة الثامنة، حكومة ائتلاف الدولة. نعم. وهي أعلنتها أنها ستذهب إلى دعم الطبقات الفقيرة، بطاقة تموينية، رعاية اجتماعية. طيب. أمور أخرى خدمية. هذا منتظر في الموازنة. هذا ليس في الموازنة. لا، هذا قانون الأمن الغذائي، الفائض النقدي. طيب، أيضا اليوم الحديث عن الموازنة، منتظرين الموازنة. الموازنة دكتور. نعم، الموازنة أيضا لابد أن تنصب بالأساس إلى تغطية النفقات، وأن يكون هنالك جانب استثماري فيها، وأن يكون هنالك عمل حقيقي لتنشيط. نعم. القطاعات الاستثمارية. سأذكر لك شيء واحد. إحنا تقريبا ميزانيتنا الاستثمارية بالنسبة للصناعة والزراعة صفر. أقول لك شيء آخر وهو معلومة مؤكدة. عندنا وزارتين هي الأعلى، الداخلية هو الدفاع من حيث المصروفات، وبعدها وزارة التعليم. نعم. طيب، وزارة التعليم بالمرتبة الثالثة من المصاريف. طيب، الثقاقات. لا، خليني أنتقل إلى قضية الخدمات. هناك تركيز على الخدمات دكتور هاشم، ومعك السؤال دكتور هيثم. قضية الخدمات الحكومة هذه مركزة عليها بشكل كبير، أكو وفرة مالية كما ذكر دكتور هاشم، كيف يمكن استثمارها؟ ونجاح الحكومة الجديدة يقال أنه مشروط بموازنة مقبولة، لكن كيف يمكن استثمار هذه الوفرة المالية والموازنة لإنجاح البرنامج الحكومي وتحقيق الخدمات التي وعدت بها حكومة السودان؟ طبعا نجاح الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي هو بدقة التخطيط وبوضع جداول زمنية وبوجود جهات رقابية وضمن إطار الموازنة، وليس هناك دخل بوجود وفرة مالية وعدم وجودها، لأن الموازنة إذا وضعت على أساس المشاريع والخطط فسوف تكون هناك تخصيصات لكل مشروع ولكل خطة، وكانت هناك وجهات نظر متعددة بكيف تبدأ. وأعتقد أن السيد السوداني اختار أن يبدأ من قطاع الخدمات كي يقوم بعملية أو بداية انطلاق عملية تنموية طبقا لنظرية القطاع الواحد، لأنه لدينا احنا عدة نظريات بالتنمية في الاقتصاد. نظرية القطاعات المتوازية، أن يتم البناء في كل القطاعات بشكل متوازي، ونظرية القطاع الواحد الذي تكون له ارتباطات أمامية وخلفية بالقطاعات الأخرى. إذا كان هناك استثمار كبير في هذا القطاع سوف يسحب القطاعات الأخرى معه إلى الأعلى، وهو اختار. طيب. ما له مساس بحياة المواطن العراقي مثل الكهرباء والصحة والمالية. أعتقد اختياره كان ذكيا، وأعتقد أن قطاع الخدمات إذا تم العمل به و خصوصا البنى التحتية وتم إنجازه بشكل جيد، وتحديدا الكهرباء، سوف يفسح مجال كبير للاستثمارات الخارجية والداخلية، لأنها تعتمد بتقليل الكلف على وجود بنى تحتية ووجود طاقة. طيب، سؤال أخير دكتور، كيف يمكن التركيز على الخدمات ومنح أولوية وجانب كبير من هذه الموازنة من أجل تأمين الخدمات كما وعدت الحكومة دون التأثير على الجانب الاستثماري بالموازنة؟ لي سؤال، عفوا. نعم، لكم دكتور. يعني حضرتك انه تقول انه كيف نقوم بإنجاز الخدمات؟ نعم، الخدمات هي بحاجة الى اموال، وجانب كبير من هذه الموازنة حتى تحقق خدمات للمواطن وكهرباء وطاقة وغيرها بحاجة الى تخصيص جانب كبير من الموازنة الى الخدمات، وهذا يمكن قضية تعتبر استهلاكية. لكن الجانب الاستثماري إذا صرفنا الموازنة معظمها إلى الجانب الخدمي، ما راح تأثر على الجانب الاستثماري؟ لا، أنا أعتقد أنه الإنفاق هو أيضا به جانب استثماري، خصوصا في قطاع الخدمات كما أسلفت، لأنه يعمل على تقليل التكاليف بالنسبة لشركات الاستثمار الخارجي والداخلي،
إضافة إلى أنه يقوم بتحريك الاقتصاد بشكل عام عبر إنفاق هذه الأموال على قطاع خاص وعلى شركات حكومية وعلى عاملين وموظفين. هؤلاء هم المادة الأساسية للطلب في داخل السوق العراقي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي حركة الاقتصاد والوصول للانتعاش والخروج من حالة التضخم الركودي. طيب بالتالي أعتقد هذا الأمر إيجابي. طيب كيف يمكن للسوداني أن يوازن ما بين رؤيته الاقتصادية أو الرؤية الحكومية المالية والاقتصادية من جهة، وما بين الرؤى والرغبات الكتل السياسية اللي يمكن أن تتعارض مع توجهاته وأيضا مستحقات المحافظات وإقليم كردستان؟ هل يمكن أن تتجاوز الكتل السياسية هذه النقاط وتتعاون مع السوداني لإنجاح هذه الموازنة؟ أعتقد أن السيد السوداني مدعوم بشكل كبير من كل الكتل، وهو يمثل حكومة تحالف إدارة الدولة، ولكن موضوع تخصيصات والاستحقاقات، حتى الحديث عن تخصيص البتغودولار للبصرة، البصرة الحكومة العراقية مدينة البصرة ب 18 تريليون دينار عراقي عن البتغودولار، بالتالي لابد أن يوضع جدول زمني لتسديد هذه الأموال للمحافظة، وليس بالضرورة أن نقوم بدفع كل المستحقات في وقت واحد. أنا ما يهمني هو التخلص من الدين الخارجي ووضع موازنة تستطيع إدارة القطاعات الداخلية. الشكر جزيل لكم عضو مركز الهدف للدراسات دكتور هيثم الخزعلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر جزيل لكم رئيس مجموعة النبا للدراسات الدكتور هاشم الكندي، كنت ضيفا كريما. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.